بقى لبني سويف، لأنه مديرية الشؤون الصحية في بني سويف فتحت تحقيقا موسعا في تعرض طفلة حديثة الولادة لحروق أثناء وضعها على جهاز تدفئة داخل حضانة بمستشفى خاص في بني سويف قبل ما يتم نقلها للمستشفى العام لتلقي العلاج. معايا والدها الأستاذ محمود علي يكلمنا عن هذا الموضوع. أستاذ محمود، يا ترى إيه الجديد عند حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. محمود، ايه الجديد دلوقتي؟ والله يا فندم الجديد ان هي موجوده دلوقتي في الحضانه تحت العلاج علشان الحروق اللي موجوده فيها. مفيش حد لحد دلوقتي يعني ايه اللي سبب الحروق دي يا استاذ محمود؟ زي ما حضرتك قلت كده ان هي اتحطت على جهاز التدفئه ومره واحده لقينا الجهاز يعني عامل زي شراره ومسك في البنت، مسك في وش البنت اليمين ودراعها وصباعها ويعني اطراف الصوابع بتاع ايديها الشمال برضه. ده جوه حضانه مش كده؟ لا، كانت لسه ما دخلتش الحضانه، هي البنت ما كانش هتخش الحضانه اصلا، هي دخلت المكان بتاع الحضانه علشان خاطر هتشفط ميه شربتها في الرحم بس مش اكتر. يعني البنت ما كانش فيها ان هي تبدا ان هي تدخل الحضانه. فهم حطوها شويه كده على المكان اللي هو يعني على الجهاز التدفئه ده علشان يشفطوا الميه اللي في البنت. مرة واحدة الممرضة ما كانتش موجودة أصلا قدام المكان، كانت بتدي حقنة لطفل تاني. يعني في هنا إهمال وتقصير. طيب، خليك معايا يا أستاذ محمود بعد إذنك، لأنه أنا بستضيف في اتصال آخر دكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وهو الراجل ربما يبقى عنده برضه تعقيب على هذا الموضوع. هتعملوا إيه في هذا الموضوع؟ دكتور عبد الناصر، مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا استاذ معتز، ازاي حضرتك؟ وانا بنحيي الساده المشاهدين. واحنا بنحييك. يا ترى هتعمل ايه في الواقعه اللي بتتعرض عليك دي دلوقتي؟ هو بامانه الموضوع ده مؤسف جدا، انا يعني متعاطف مع الاستاذ محمود. هي بنته حاليا في مستشفى بني سويف العام في قسم الحروق، يعني بتتلقى العلاج والعنايه، انا مطمن عليها النهارده مرتين. هو ده طبعا يعني خطأ من المستشفى الخاص. الطبيبة، أنا بعت لجنة فورا، لجنة كبيرة من العلاج الحر برئاسة مدير إدارة العلاج الحر، فعلا رصدت مخالفات الجهاز السيرفو اللي في الحضانة، يعني يكاد يكون جهاز بدائي. الطبيبة لم تكن موجودة اللي هي المسؤولة عن الحضانة، هو التمريض فقط. ويعني وتم تشكيل لجنة أخرى طبعا عشان عمل تقرير، لأن الموضوع قيد التحقيق في النيابة العامة حاليا. طب هل يا دكتور عبد الناصر المسائل اللي بتحصل وفيها إهمال وتقصير وواضحة وضوح الشمس، هل هي محتاجة كل هذه الإجراءات الإدارية، تشكيل لجنة ثم لجنة ثم لجنة؟ طب ما ده هيضيع وقت. لا، هو يعني حضرتك ممكن تروح بنفسك وتاخد قرار بدل ما نبقى متعاطفين وبس. لا هو القرار بالفعل تم اتخاذه بغلق الحضانة، انما هو قرار بقى يعني موضوع النيابة والمسؤولية الجنائية والمسؤولية المهنية ديت بسعادتك، دي بتاعة القانون، يعني ما يقدرش شخص يعني يصدر حكما، ده موضوع نيابة عامة. أنا فاهم، يعني النيابة، أنا فاهم العامة طبعا، تقيد. إنما أنتوا جهة إدارية. طب تمام، إنما أنتوا جهة إدارية وعندكم برضو آليات لضبط الأداء. شكرا لدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.